روي راشد حكومة حكاما وحكما ساكتون بنظر الشعب اللبناني. شرعيتكم خسرتوها. الشرعية الوحيدة الموجودة اليوم هي شرعية الشعب اللبناني وشعبية الطلاب اللبناني اللي نزل اليوم على الأرض وبرهنكم أنه الطلاب هن انضموا للثورة اليوم. اليوم أنا ممنوع أقطع طريق لعبر عن حالة غضب، بس ممنوع مسموح طرقات لبنان تنقطع بمية الشتاء وتنقطع بالزبالة اللي وصلت عبيوتنا. اليوم ممنوع أنا ولع دولاب بس لأن بلوث البيئة، بس مسموح عواميد الزوق يكونوا راكبين 25 سنة تحت منطقة كسروان، ومسموح معمل الكوستا برافا ومكب الكارانتينا يكونوا والعين تحت بيوتنا وفوق بيوتنا ويمرضونا بالسرطان عمدة 20 سنة وما حدا يشيلون. اليوم ممنوع محمد سرور ابن النبطي ينزل هو جورج أزي يتهموا أنه تعدوا على بنك بمنطقة كسروان، بس مسموح هيدا البنك اللي عم يتهمون أنه تعدوا عليه يحجز لنا مصرياتنا ويزلنا كل يوم ويتعدلنا على كراماتنا لما يعطينا 100 دولار لنحنا نقدر نصرفها على دوانا أو على لقمة عيشنا. اليوم ممنوع نطالب بشرعية الجيش اللبناني على 10452 كيلومتر، بس مسموح ينزلوا الجيش اللبناني يقمع المتظاهرين ويقمع مواطنين. ممنوع اليوم نروح نتظاهر قدام مستشفى، بس مسموح كل يوم يموت ختيار لان ما معه 200 دولار يدفع على يفوت على هيدي المستشفى. نحن دقنا الزل وكرامتنا انهانت لنزلنا على هيدي الطريق. نحن اليوم هيدا الوطن اللي اسمه لبنان، لبنان المزرعة اللي عمرتوه من سنة 90 لأول ثورة 17 تشرين 2019، نحن ما قبلين بقى نعيش فيه ولا قبلين بقى نكون موجودين فيه. لبنان الطوايف ولبنان الأحزاب لهيتونا بلقمتنا ولهيتونا بعجزكم لترجعوا تقسمونا وتهيك وأنه حطيتونا على طاولة. بس لخي الشيع اللي موجود هون شيعي لطارق، لخي طارق سوري ما نسيت اسمك طارق بعتذر كتير. اليوم أنا وياك بدنا نبني هيدا البلد، وانا وياك لنبني هيدا البلد. انا ونازل على طريق المطار بدل ما اشوف صوره قاسم سليماني مفروض شوف صوره الامام موسى الصدر والبطرك الصفير محطوطين على المطار. كلمه صغيره للشيخ سامي، كلمه لك شو اخذت محله الليله؟ شو قصتك بصوت سياد الدنيا شيخ سامي؟ ما عليه بالاذن، بدنا منكم اليوم شغله كتير منيحه. نحن اليوم كمسيحيه كشيعة كسنة كدروس كلنا موجودين على الأرض، ما بقى تهاجموا بعض كأحزاب، ما بقى تحط اللوم على القوات اللبنانية لأنه فاتوا على وزارات ولأنه عملوا اتفاق معراب. يمكن اتفاق معراب كان عم يجرب يوحد صفوف المسيحية وكانوا ناطرينكم تنضموا لهيدا الصف أنتوا حزب المرضى، ما بيأثر. نحن اليوم هيدا اللي بدنا اياه. يمكن هيدي التجربة عملتوها يمكن بالسابق مع الشيخ أمين لما كان رئيس جمهورية وسلم الرئاسة للجنرال ميشيل عون. اليوم عم بتلوموا الحكي لا هيدا نكد خلص، شكرا لك روي.